مرحبا بكم في السبور اكسبريس على النادي الصفاقسي عن ايداع 220 الف دينار تبرعات من ثلاثه مسؤولين كبار في السي اس اس، هما مصطفى السلامي 120 مليون، عبد العزيز المخلوفي 75 الف دينار، حسان الشعباري 25 الف دينار، وهيكل سوسيوس باش يتعهد بتقديم الدعم وتوفير مبلغ 25 مليون كل شهر على امتداد 20 شهر. نذكر انه الحساب بتاع النادي الصفاقسي كان يتضمن مبلغ 700 دينار متأتية من الدعم المالي من الجمهور وفق نص البلاغ. إلى المواعيد اليوم في كأس أمم إفريقيا للسيدات، التسعة زوز مباريات بوركينا فاسو مع أوغندا، والتسعة كذلك المغرب مع السنغال في لقاء قمة. نذكر نلعبه في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات. بعد ست سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، القضاء السويسري برأ اليوم كل من رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير، وقضاء في تبعوا فيها عندنا تقريبا كما قلت ست سنوات. في الميركاتو، بول بوغبا النجم الفرنسي يوصل بعد ساعة من الآن إلى تورينو في إيطاليا لإتمام إجراءات تعاقده مع اليوفي في شكل انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد. واليوم كذلك أنخل دي ماريا كامل الفحص الطبي وباش يوقع على عقد مع الفريق. كليمون لونغلي مدافع المنتخب الفرنسي وبرشلونة سينتقل إلى توتنهام في شكل إعارة. بيب رينا الحارس الشهير باش يرجع لفياريال بعد 17 عام عن آخر مشاركة معاه. ذكروا رينا كان بدأ مع برشلونة وولد برشلونة في الفئات في الشباب، واطلق مشى لعب مع الفريق الأول، ما شاركش ولكن كان مع الفريق الأول في 2001 و2002، ثم مشى إلى فياريال كما قلت ثلاثة مواسم في ولعب 147 مباراة. الفترة الأطول كانت في ليفربول 8 أعوام، ثم نابولي إعارة لمدة موسم، وبايرن ميونخ أيضا في موسم 2014-2015، ثم نابولي من 2015 حتى 2018، ثم الميلان موسمين، ثم مشى فيهم العام معار إلى أستون فيلا، ثم لازيو لمدة موسمين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mozaikafm.net.